اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده بجد بجد انا بترعب لما بعمل اكلات واخد الشعار المصري والختم المصري، وامهاتنا ثبتوا الجداره وثبتوا الطعم، وفي اي مكان نروح نقول لك هي اكله مصريه. زي الويكا من الصعيد الجميل اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو والريف المصري واخواننا في اسوان. الويكا اكله اصيله اللي هي الباميه. الباميه يا اخواننا مفيده للجهاز الهضمي وصديقه المعده، بس الناس اللي عندها مشاكل مع القولون العصبي تخف منها شويه. طبيعي ان اي حاجه بتزيد عن حدها يعني بتبقى فوائدها بتتقلب ضدنا، فخلونا الاعتدال حلو قوي، خاصه مع الاكلات زي الباميه زي الملوخيه، الحاجات اللطيفه الحلوه بتعالج الامساك، الماده المخاطيه اللي فيها بتعالج القولون، مشاكل كتيره كمان مفيده للسيدات الحوامل للرضع. يعني الباميه لها فوائد كتيره. هي فين الباميه؟ باميه اهي، باميه طازه من خير ارضنا. نجيب الباميه الكبيره الحلوه، هنقطعها طبعا حلقات وتبقى لطيفة وكمان تبقى طازة، واللون الأحمر اللي فيها ده لون طبعا جميل جدا بيدل على ان هي مستوية وجميلة. ومعانا طبعا شوربة فراخ، هعمل جنبها فراخ مشوية بس بطريقتي بقى، هبدع فيها دي بقى، دي سماها طريقتي المغازي. ومعانا النهاردة عدل الأكل ده شوية بتنجان مخلل بيتكلم مصري، بتنجان العروس بتاعنا ابو خد حلو ده كده، او الاسمر او الابيض، يتجاب يتقلي في الزيت يتصفى من الزيت ياخد خلطه وتتبيله بتتكلم مصري. طبعا تفاصيل كتيره في الحلقه النهارده فيها خبره طهويه، بصمه الامهات والاكله اللي بتتكلم مصري اللي هي الويكا، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه سهله وبسيطه وخاصه للمبتدئين في المطبخ. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعوا تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل مع الويكا. ويكا يعني أكلة مصرية أصيلة لها تاريخها ولها أصلها وليها طبعا الكلام بيتكلم مصري هنا فيها، وكل ست مصرية من الصعيد الجميل الحلو اللي بوجه له تحية من مزبيرو بيبدع فيها. ولكن أنا هجتهد النهاردة، فعشان كده لما أنتوا بتتابعوني دلوقتي أعمل حاجة اتصلوا وقولوا ستوب يا شيف، وقفة، أنا هتقبل الكلام بصدر رحب جدا. ملوخية، بامية، طاجن بامية باللحمة الضاني، رز معمر، حاجات كده لما بعملها بيبقى فيه شوية رعب إن أنا عايز أوصل بقدر الإمكان لطعم الأمهات. عشان كده برنامجنا اسمه أكلة أمي. أكلة أمي دي في القلب من جوه، مش ممكن ننساها أبدا، نروح الصعيد نروح آخر بلاد العالم هي أكلة الأم محفورة جوانا. مقاديرها على الشاشة: بامية طازة خضرة تنفع مجمدة؟ لا. تنفع مفرزنة؟ لا. تنفع الصغيرة اللي هي الصغيرة اللي هي السوبر؟ لا، لازم تكون طويلة كده وزي الفل، بس ما تكونش شيخة، تكون خضرة وطازة. ومعانا بصل وتوم والبهارات بتاعتنا، شوية ملح وشوية فلفل وشوية كمون عشان الغازات بتاعتها، نعالج مشاكل الغازات، واللي عنده الكولون عصبي يخف منها شوية مفيش أي مشكلة، ولكن نخدم على الشوربة شوية. إحنا ما عندناش شوربة، هنستأذن مخرجنا الجميل مع فرسان التلفزيون المصري، هنعمل شوية شوربة. هنعملهم ازاي؟ هو ده الكلام بقى. حلة على النار فيها الدلع كله، بصلاية، فص توم، طماطماية، ورق لورو، شوية جزر، شوية قرنفل، لومي، الحاجات اللطيفة الحلوة. وهناخد الفراخ بتاعتنا الجميلة اللي هي معانا في المنيو، هنعملها فراخ مشوية بالبصل. أنا ما بستخدمش مكسبات طعم خالص، كله من بين أصابع إيدك العشرة، خلي بالك أمهاتنا علمونا كده. هناخد الفراخ دي يا عم الشيف، انا هشويها بس هشويها بطريقه النهارده، وهستفيد بالشوربه بتاعتها بما ان انا معايا فرخه. الاول حاجه هشيل العرق او هشيل ظهر الفرخه ده كده، العمود الفقري بتاعها بالسكينه كده،
بالشكل ده كده واخلص منه. حلو قوي. عشان اعجل موضوع السوى ده مش عايزه، هنخليه نحطه هنا كده يستوي لوحده، يديني شوربه. حلو. ونمسك الفرخه بتاعتنا دي كده، هنقطعها ايه اربع تربع عشان تكفي الاولاد. زي ما هي كده، نشيل الجلد الزياده ده كده، وتتسلي في قلب الشوربه يا فاطمه. عشان اخد شوت شوربه حلوين. فاطمه ازيك؟ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. انا ست كبيره عندي 72. ازيك يا حبيبي؟ ربنا يديك الصحه وطولة العمر يا امي. والله انت شباب. عجبني اكلك والله، بس هطلب منك حاجه معلش. خدامك. لا يا حبيبي، ده انت تخليل الزيتون بس عشان عيار الملح. ربنا يخليك يا رب. عينيا الاثنين. دايما المخللات يا امي خلي الملح بالسالب قليل، نقدر نعالجه شويه مشاكل الملح. حد عنده ضغط يبقى ياكل مخلل عادي، نصيحه يعني. فالملح يكون قليل جدا، والتخليل بتاعه نقلل كمان من الخل. لما نقلل الخل في المخللات سواء خيار سواء ليمون سواء زيتون يقعد فتره طويله شويه، بديله ان احنا نزود خل كتير علشان ما نستطعمش الخل او ما يبقاش الخل معانا في المخلل بتاعنا. انا بشيل البلانشه بتاعتي، بشيل كل حاجه بقى خلاص كده وخلصت. خلاص الشوربه بتطلع معايا، بجهز الحله اللي انا هعمل فيها الوكا اهي زي الفل. الشوربه بس تاخد غلوه كده، واخد من الشوربه بتاعتي دي كده اهوت اللي انا هعمل بها الوكا بتاعتي. طبعا بوكيه جرنيه من الجزر والكرفس والبصل والثوم، واسيبها كده تغلي يا عم الشيف على ما نشوف ايه اللي عندنا. الفراخ استاذ رحاب بعد اذنك مقادير فراخ مشويه بالبصل، خير ارضنا بصلنا. هنشويها ازاي؟ بطريقه النهارده المعتاد ان احنا بناخد الفرخه طازه بنقطعها بنشويها، لكن النهارده الطريقه مختلفه شويه. الفراخ بتتسلق، وبعد ما بتتسلق ثلاث ارباع سوا بنشويها ازاي مع بعض، دي التفاصيل هنشوفها مع بعض حالا دلوقتي. المقادير على الشاشه عباره عن فراخ في قلب الحله بتستوي، معانا بصل، معانا معلقه هريسه حلوه دي بتتباع في اي محل بتاع ادوات يعني غذائيه، ومعانا كمان مكعب زبده، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل شويه حبهان، حاجه لطيفه بسيطه سهله. تعالوا نشوفوا مع بعض هنعملها ازاي واحنا واقفين كده في دقائق معدوده. حلو قوي. البصل معانا اهوت اول حاجه، ونجيب الطاسه الحلوه دي كده تسمح لي اغطي الفراخ. عشان عايزها تفور تاخد غلوه، عشان عايز الشوربه الحلوه زي الفل كده. تغطيه الحله فيها فراخ فيها لحمه بيساعد على التسويه السريعه. هناخد البصل بتاعنا ده كده في قلب الطاسه اللي على النار، ونقطعه جوليان، اكرمله واحضره للفراخ اللي انا بشويها او الفراخ اللي بتتسلق دلوقتي. طب ازاي يا شيف مغازي الله يسامحك فراخ مشويه وانت سلقتها؟ انا عارف انك بتقول ايه دلوقتي وانت قاعده بتتفرجي عليا. نرجع لاكله امهاتنا الحلوه. كانوا زمان كانت ام الله يرحمها تعمل الفراخ كده تتسلق، وبعد ما تتسلق تحمرها في معلقه سمنه، واكل الجلده بتاعه الفراخ دي بعد ما تتحمر بالسمنه مع رشه ملح ورشه فلفل وبس خلاص. فانا هجود النهارده الموضوع شويه، ومعايا بصل من خير ارضنا. البصل ده هيتكرمل بتوابل بفليفر حلو. بعد ما يتكرمل ويستوي تاخد الفراخ احطها عليه وادخلها الفرن تستوي وتكمل سواها مع البصل المتكرمل. مدرسه المغازي. يبقى انا عملت حاجتين، خدت الشوربه بتاعه الفراخ عملت بيها الويكا واستفدت بيها، والفراخ اديتها طعم بصل وطعم تاني خالص. بصل على النار اهوت، مش هنزل بالزيت دلوقتي غير لما اقطع شويه كده. النار اخبارها ايه يا شيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نارك تكون شديده، عشان دايما لما تيجي تحمري بصله لازم النار تكون قويه. ليه يا مغازي؟ علشان الميه بتاعت البصل ما تنشفش من الطاسه، استفيد بيها. والبصل اتقطع جوليان كده، بصل احمر او ابيض الاثنين معانا مفيش مشكله.
الاكل كله هيطلع مع بعضه دلوقتي. تقفت في المطبخ لازم تنظمي وقتك، عندك التزامات تانية، التزامات اخرى، عندك بيت يترتب، عندك ولادك، عندك ده كله، فما تقضيش وقتك كله في المطبخ. اتعلمي ازاي تنظمي وقفتك في المطبخ، الحاجه اللي بتاخد وقت بنحطها على النار ونخلص منها. البصل في قلب النار، خليه زي ما هو كده، بحط عليه البهارات الحلوه، عود قرفه حلو كده، شويه حبهان، شويه قرنفل، شويه ورق لورو، الشكل ده كده حلو يا عم الشيف. بحط شويه الزيت الحلوين، ممكن يكون زيت زيتون، زي الفل. معانا اتصال، مين من الحبايب؟ اهو زي الفل. نغطي الحله طبيعي اهو عشان البصله تتكرمل معايا. حابب تطلع فاصل؟ انا جاهز، انا معايا وقت البصله تتكرمل معايا. نبص على الفرخه الحلوه المبسوطه، طبعا فرش لها الارض حرير زي ما بيقولوا، يعني الفرخه حلوه تتكفي العائله والاسره، ربنا مبارك فيها. حطيناها مع بصل مع توم مع طماطم مع كرفس مع ورق لورا، وكل ده في الحله عشان عايز شويه شوربه لهم شخصيتهم، عشان هنعمل اكله مشهوره جدا في الريف المصري اللي بوجه له تحيه كبيره، اللي هي الويكه، ويا رب تعجبكم. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بجد ويا بختك يا شيف مغازي، يا بختك. ريحه الارض المصريه، ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ايه البصله الحلوه دي؟ البصله بتتكلم مصري. شفت تخطيط البصل عمل ايه؟ فتت الشرايح البصل من بعضيها نتيجه تبخر الزيت مع السوائل بتاعه البصل. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ البهارات، طعم الفراخ دي بقى تطلع من قلب الشوربه نحطها على البصل، هو ده الكلام. فراخ مشويه بالبصل. استاذن فريق الاعداد مقادير الفراخ المشويه بالبصل تاني معلش بعد اذنكم، علشان دي طريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. فراخ اتسلقت تلات ارباع سوا وضربت عصفورين بحجر. حلو قوي. العصفور الاول شويه شوربه اعمل بيهم الويك، العصفور الثاني ان انا الفراخ هنا هتكمل سواه. ايوه عيني. يلا بص على الحلاوه، بص على الحلاوه. الفراخ ايه الحلاوه دي يا شيف؟ شوربه جاهزه حلوه زي الفل. تعالوا نشوف الويكه فين بقى. ادي الباميه بتاعتنا اللي هي الحفله بتاعتنا النهارده، اللي الشيف طبعا فوايتها اليافها حلوه مفيده جدا لمريض السكر. سيف يا عم سيف، ازيك؟ ازي حضرتك يا شيف؟ حبيبي يا غالي، بتفرج عليك انا واختي ومامتي طول اليوم. حبيبي شفت الويكه بتتكلم مصر ازاي من الصعيد الجميل؟ فامرني. كنت عايز اعرف طريقه التشيز كيك. التشيز كيك بارد ولا سخن؟ لا بارد. عينيا، طالما تشيز كيك بارد ياخد جيلي، جيلي لا رائحة ولا لون. هنعمله بالليمون، نحط جيلي ليمون مخفوط بالكريمة، التشيز كريم بتاعتنا الحلوة، معاها بيض، معاها شوية فانيليا عشان الزفارة بتاعة البيض، معانا الجيلي يتدوب في شوية عصير، نقلب الخليط كله مع بعضه. حابب تحط فراولة أهلا وسهلا، تحط قطع من التفاح أهلا وسهلا، بلوبري أهلا وسهلا، كل ده في قلب الخلطة. ونعمل البسكويت المطحون الناعم، اي نوع بسكويت عندك، غالي او رخيص مفيش مشكله، هيبقى في ايدك زي الفل. ينضرب في قلب الكبه مع بشره ليمون مع زبده طريه، وبعدين نعمل قالب التشيز كيك ونحط الخليط في قلبه وندخله الفرن. بعد ما ندخله الفرن نطلعه، لازم يقعد في الثلاجه لمده 5 ساعات، لانه طبعا واخد بيض واخد جيل وكل ده. يرجع معاك زي الفل، تقطعه قطعه قطعه. معانا مين يا فندم؟ يا امل ازيك؟ الحمد لله يا شيخ. اموله معانا مين يا فندم؟ ايوه يا امل، وطي التلفزيون عشان اسمعك يا امل. وطي التلفزيون.
حاضر يا سيدي. انت بتقولي بتقولي لمين وقت التلفزيون؟ انا بقول لك انت وقت التلفزيون. بقول لاخويا. اخوك اسمه ايه؟ سيد. سيد يا سيد. قولي هاتي. بعدين يا شيخ بس انا عايزه اسال حضرتك على المكرونه بالبشاميل بالفراخ. عينيا حاضر، نعمل لك احلى مكرونه بالبشاميل زي بتاعت ماما بالظبط. حاضر. خلونا مع بعض. احنا بنعمل لايف بعد ما بنخلص الحلقه. بنجاوب على الاسئله اللي عايزه وقت كبير. باخد الجريلا بتاعتي الحلوه دي كده. بحطها هنا على نار شديده. شوف بقى الفراخ اشويها ازاي. ومعايا زيت زيتون. الفراخ طلعت معايا زي الفل. معانا شويه البصل الحلوين دول. الله، طريقه جديده وحقوق الطبع لدينا وبس. بصل اهوت، خلي الشويه دول عايزهم، لينا كلام معاهم. الفراخ بتاعتنا اللي هناخد شوربتها نعمل عليها حفلة بتاعة الويكا. ادي الفراخ. الله الله عليك يا شيف، ده انا بقعد اشوي في الفراخ ساعتين. الفراخ طلعت معاك بسرعة، ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ ده صدر كمان اهو. لا السلسلة هنسيبها في الشوربة، ناخد شوربتها. اه طلع معايا طماطمية. فين الورك التاني؟ اطلع. شوربة على النار عايزها، خدي راحتك على ما اخلص الفراخ. فين الفليفلة الحلوة؟ اهي طعم هنا بقى اهو، طعم هنا. فص توم ني. الخلطة الحلوة دي كده هتدعي لي. ايه تاني يا عم الشيف؟ مكعبين من الزبدة. حلو. قرنين فلفل سبايسي حلوين عشان ما ناكلش منها. اه سبايسي. خلي بالك. هو ده. الله عليك. اه شوية زعتر. بابريكا. بحبها. كركم. مفيد جدا للجهاز الهضمي وخاصة الكبد. نقلب كل دول مع بعض. ملح عينيا. حاضر. ركز معايا انت، بسم الله ما شاء الله. في حاجة أنا ناسيها، قول لي إيه هي؟ قول لي إيه هي وأكلك الفراخ دي؟ هو ده، هو ده. فلفل مجروش طازة. يديكي طعم فليفر حلو، أه. كل ده مع بعضه. حلو أوي. كعب الزبدة هنا بيديني شوية صوص حلوين. ناخد الخلطة دي كلها مخرجنا أساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري اللي أنا بشكرهم، لأنه بصراحة الله يكون في عونكم الريحة الحلوة وإزاي نقدر نقاوم. هناخد الخلطة دي يا عم الشيف. أه شوينا فراخ بطريقة المغازي. أه دي أنا ألف فيها أبدع فيها. أه أما ويكا لازم أمشي على الأسس وأمشي على الطريقة الصح لأمهاتنا. هاخد الفراخ دي يا عم الشيف زي ما هي كده. كذا معايا لسه ما خلصتش، لسه ما خلصتش. اصبر على رزقك، اصبر على رزقك. شويه شوربه. على فين دول بقى؟ دول لهم طريقه في ان انا لما اضيفهم على الفراخ في صنعه هنا، في خبره طهويه. هنا 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 هنا. يلا. على فين يا عم الشيف؟ لا لسه بدري على السفر. مش دلوقتي خالص. مش دلوقتي خالص. على فين؟ على الفرن. صلي على الحبيب، صلي على الحبيب، صلي على الحبيب قلبك يطيب. هو ده. فراخ مشويه بطريقه جديده فيها خبره طهويه. ضربنا عصفورين بحجر، شطرت المصريين للاختراع والابداع. هناخدها زي ما هي كده. اهو اهو. على فين مكانها؟ فين اللوكيشن بتاعها؟ فين في الفرن هنا؟ قول لي. الله عليك وعلى والديك. اه انظر لها النظره الاخيره، نظره قبل ما تتقدم على السفره. اه ايه الحلاوه دي يا شيف؟ هو ده. يلا تعالوا مع بعض نرجع للويك. الويك انا مرعوب. جاي اللحظه بقى اللي هي ايه، تقول الشيف المغازي بيعرف يعمل اكل ولا ما بيعرفش. بصراحه يعني بصراحه
حلو. عم سعد الراجل بأسوان هنا راجل حبيبي انا بحبه يعني. استفدت قلت له عم سعد قول لي الوكه بتاع، غششني عم سعد كاني داخل اختبار اللغه الانجليزيه. قال لي بص الميه تغلي والشوربه تغلي يا ابو غازي، تاخد البامبيا بعد ما تقطعها تحطها في الشوربه يبقى لونها اخضر ازاي، حط شويه ملح. استفدت منه حاجه؟ طب ايه اللي يخليها خضراء يا عم سعد؟ قال لك حط لها شويه ملح يبقى لونها اخضر وحلو، وبعدين تفركها بالمفرك تطلع معاك زي الفل وخليها خشنه. فانا لازم اعمل بالوصيه. حلو الكلام. بس اصفي الشوربه ازاي واحنا مع بعض حالا دلوقتي اهو؟ لازم ما يطلعليش بقى عظمه، ما يطلعليش قرقوشه، ما يطلعليش عود نعناع، لازم شوربه صافيه. اهي ناخد الشوربه دي كده اللي خدنا منها الفراخ من شويه اهو. يلا هو ده هو ده هو ده هو ده. زلزال من الصعيد الجميل الحلو، زلزال من الريف المصري الجميل الحلو، زلزال من أسوان الجميلة الناس الطيبة اللي أنا بحبه. شوربة تغلى على النار وتبقبق، بامية مستنياها، فرحانة البامية. ليه؟ مخدم على الشوربة بتاعتها. ما هي تزعل البامية بقى فين؟ أمعناها وغسلناها. وخلي بالك البامية ما تتغسلش وهي متقطعة عشان المادة المخاطية اللي فيها اللي هيستفيد بيها الجهاز الهضمي أو الكولون أو المعدة. أكتر حاجة مستفيدة من البامية هي المعدة. بس تاني اللي عنده مشاكل مع بلازمة الكولون العصبي أو متلازمة الكولون العصبي عشان يبقى المصطلح العلمي سليم، يقلل منها شوية. العلم بيقول كده، والعلم لما يتكلم سمعه. ناخد الشوربة دي كده، مش هنزل بيها غير لما تغلي. مخرجنا بيقول لي بوتاجازك لازم أسمع كلامه. لازم يكون نضيف. والبامية عندي جاهزة، أظبط الملح بتاعها، شوية الكمون الحلوين عشان الغازات، بتعالج الإمساك، فيها مادة لزجة لطيفة وجميلة، مشاكل برضو الكولون أهو زي الفل، ملحك يا شيف، توابلك. طبعا خلي بالك لو حط ملح على الشوربة يبقى فيه كنترول أهو. شوية الملح الحلوين دول كده، شوية فلفل حلوين، خدم على الشوربة. حلو قوي. شوية كمون. لسه في طشة دلوقتي بقى هي اللي هتدي البامية دي شخصيتها. الطشة بتاعتنا ايه هي؟ عبارة عن توم وكزبرة ناشفة. وسمنة بلدي. تاني توم كزبرة ناشفة سمنة بلدي. بس في خبرة هنا بقى لما احط الايه؟ التوبة مع الكزبرة. اوعى تحط التوبة مع الكزبرة في وقت واحد. استنى على التومة لما تاخد لون بعدين تنزلي بالكزبرة بتاعتنا. بامية بتغلي، قصدي شوربة بتغلي. فيها شوية شوربة عايزهم. بس طيب، هننزل بالبامية بتاعتنا اهي. 5 دقايق على النار أو 7 دقايق بالظبط، حسب درجة حرارة الايه؟ الحلة. واللون الحلو بتاع البامية الطازة، تتكلم مصري، خضرة وطازة، ما تنفعش المجمدة يا غالي خالص. انت عايز تستسهل في كل حاجة، تروح تجيب كيس بامية من السوبر ماركت تعملها ويكا، ده الصعيد يزعل مننا. هي محلها انك انت تنزل تجمع البامية دي وتتغسل وتتقمح حلو كده، والست بتقمحها كده بتحب ولادها وفي الحب والحنان طالع من بين أصابع ايدها العشرة. هو ده، دي البامية. أقلبها كده، مش هغطيها، انا هسيبها زي ما هي كده. شايفين الخضار والحلاوه؟ واسيبها على النار. طبعا في تكنولوجيا دلوقتي وفي تطوير، في مفرك وده موجود، بس هياخد وقت، والمبتدئين في المطبخ ممكن مثلا يزرزق على البوتاجاز، يجي على الملابس بتاعتنا، الجو ده كله وارد يعني. ولكن ممكن نستخدم هنا الهاند بلندر بتاعنا اهو جاهز. بس طبعا بعد ما تستوي شويه، انا بعلمك بس علشان حاجه، او تضربها في الخلاط ما ينفعش خالص، لازم تكون خشنة. مالهم الصعايدة رجالة العالم كله. هو ده هو ده. معانا واحد سعيد في الكنترول. انت بتعترض على البامية كده الويكا؟ قولي. هو ده. المهم زي ما هي كده زي الفل. طبعا حبيت تطلعوا فاصل، لازم تغلي، لازم تغلي. وبعد ما تغلي نشيلها من النار، نسيبها تهدى شوية خالص لمدة 5 دقايق بالمفرك الطبيعي ده وبالمفرك التكنولوجي.
هنضربها كده وتبقى خشنة لطيفة زي الفل، نغرفها في الطبق، نكونوا جهزنا الطشة بتاعتنا بالسمنة بتاعتنا البلدي، ونكونوا جهزنا طبق بتنجان جامد جدا يخلينا نشيل كل اللي على السفرة دي من الفراخ المشوية بالبصل للويكة للعيش. هو بتنجان مخلل بيتكلم مصري. هنطلع فاصل صغير تراها بعيد. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل للحظات الحاسمة اللي الصعيد والريف المصري وأسوان والناس الطيبة في مصر أم الدنيا وخارج مصر أم الدنيا يترقب. هل قوام الويكة بيختلف من ست بيت لست بيت؟ هل قوام الويكة بيبقى ناعم ولا خشن؟ لازم يبان شخصيتها كده. ايه المشكلة لو طلعت واحدة سليمة؟ بالمفراك يا عم سعد جايب لي مفراك من عنده هدية. هو ده، خلص الكلام. خدتها زي ما هي كده، حطها على النار، ونيجي لعنوان الويكة. ايه عنوان الويكة؟ تومة كزبرة ناشفة. كالعادة الشيف المغازي بيحب يضيف، والإضافة دي معاكي حسب الرغبة، اختياري، بس أنا بحب دايما أضيف للأكلة بتاعتي كده التركية بتاعتي. أدي السمنة، بدور في قلب الفريزر كده لقيت من عيد الأضحى حتة ليا كده مفرومة ناعمة يا حاج علاء، قلب حن ليها، حتة ليا في قلب الزيت فكرتنا بالعيد الكبير. يا عم علاء، مساء الفل يا حبيب قلبي. يا مساء الجمال، منور الدنيا والله العظيم. الله يبارك لك يا عم علاء. تسلم عينيك وتسلم صحتك، ويا رب يخليك لعيالك يا رب. امين يا رب. الاحلى دعوه عمر، انت بتمتعنا بالحاجات الحلوه اللي بتعملها دي. الله يبارك لك يا عم علاء. والاكل الصح اللي بتعمله والله العظيم ان الواحد بيقعد يتفرج عليك بيتمتع. روح الله يبارك لك. شفت الله يخليك. امرني يا عم علاء. تحياتي للبرنامج كله واسره البرنامج والمخرج والمعدين والابله رحاب. الله يبارك لك يا رب كده يسعدكم ودايما في تقدم. الله يبارك لك يا عم علاء ويديك الصحه يا رب والطاقه الايجابيه اللي بتديها لنا ديت. العب فين هو ده. لسه صورني معاها. هو ده. لا مين يا راجل، ده انا اللي جاي لها الويك. انا اجي لها وابصب لها بالعشره. يا ويلي يا ويلي. يوه ده ايه اللي اتحط احمر ده يا شيف؟ قرنين فلفل حار حاططهم باينين قدام عينينا اهم. اختياري تركايه، انت معاكي حسب الرغبه اختياري. حابه تضيفيها اهلا وسهلا، مش عايزاها شيلها من على الوش. جوزك بيحب الحار اهلا وسهلا، حماتك عندك بتحب الاكل الحار ماشي، قول الشيف المغازي عمل كده، نعمل ولا ما نعملش؟ ولكن هي تومه كزبره سمنه بلدي عشان ما حدش برضه يزعل مني. تعال نعمل مع بعض الفراخ. عينيا حاضر يا فندم. فراخ احلى فراخ اهو. نطلع الفراخ نغرفها بالمره. معانا سرفيس حلو زي ده كده، معانا عيش صاج، خبز الشراك، خبز سوري سموه زي ما تسموه، دي اسمر البر يسمى باسماء مختلفه في الصعيد الجميل، في سوريا، في الخليج اهو، ده عيش صاج. اخواننا في الاردن يسموه خبز الشراك، في السعوديه خبز البر، يسموه هنا خبز سوري. عيش صاج نحطه كده، والعيش الطري ده مع الويكة مرغوب فيه، بس طبعا انا هدلعه بالايه؟ بالفراخ اللي انا هطلعها دلوقتي حالا دلوقتي واحنا مع بعض كده. نخلي ده كده على جنب ونشوف الفراخ فين اخبارها. نحط ده كده هنا، اللهم صل على النبي، ونطلع الفراخ مع بعض. ايه الحلاوه دي؟ ده العصفور التاني، الفراخ المشوية الحلوة دي كده. تعالوا مع بعض نغرفها واحنا مع بعض كده واحدة واحدة. مع العيش مستوية والله، بص تاكل وبألف هنا وشفا. شفت البصلية المقرمشة دي؟ شفت الفراخ المشوية دي؟ ده بص يا باشا، بص انا هفتح لك حاجه بس تشوفها كده عشان تقول بص شوف ايه الحلاوه. يلا يلا يلا، الصوره الحلوه
الصورة الحلوة تتحدث عن نفسها وطعم تاني. اهو هو ده. يلا يا زيزو. اهو 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 يلا العب. اصحى حاضر. اهو 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 الاستاذ عوض ما خصمش من زمان. اهو حاضر يا فندم حاضر يا فندم. اهو اهو بيزعلوا مني انا طبعا اعمل ايه طيب. اهو على فين يا شيف؟ هو ده على وش الفراخ. اعملي زي انا ما بعمل كده وادعي لي. اهو زي ما انا شغال. اهو والله العظيم هتسيب الفراخ وتاكل البصله دي مع العيش اللي انا حاطه ده والويكه وتعشى مع فص بتنجان مخلل دلوقتي بيتكلم مصري وهتدعي لي. لسه ما خلصتش. هاخد اللي في قلب الصينيه ده كده البهريز ده كده وهشوف هعمل ايه دلوقتي حالا وانا معاكم. الله بس خلوني اعمل تركيه حلوه كده. اللقمه الحلوه دي كده لا تتغمز دلوقتي زي ما هي كده يا شيف اهو. وانزل بالبهريز ده كده عليها عشان انا هاكلها بعد ما نخلص الحلقه. يا ويلي يا ودا الف انا وشفا. اعملي الفراخ بالطريقه دي وقولي لي رايك فيها ايه. احنا هنروح من بعض فين؟ معانا السوشيال ميديا بنتواصل مع بعض، بتسالوني اسئله بجاوب عليها مباشره اللايف، بننفذ الاسئله عملي على مدار الاسبوع، بنتابع اول باول الصفحه بتاعتنا، بنشوف تعليقات حضراتكم، بنشكركم على الكلام الطيب الحلو اللي بيدينا طاقه ايجابيه نشتغل بقلب. تعالوا نعمل مع بعض طبق بتنجان حلو قوي. نعمله ازاي؟ معانا بتنجان حمرناه في قلب الزيت، ونعمل الخلطه المصريه الحلوه. لقمه كده شفت الدهن اللي عليها ده والبهريز ده كده حكايه. ممكن نعمل حاجه حلوه. انت عايز صوره حلوه؟ عينيه الصوره حلوه عندنا وبس. يا باشا. حط صباعك في الطبق وايدك في الطبق وانا شغال كده، اصابع ايدك العشرة يطلع الطبق زي الفل. فله تمام. الف انا وشيف. تعالوا مع بعض نعمل طبق بتنجان سريع. الحشوه بتاعته عباره زي ما هو اهو مقاديره على الشاشه. شويه خضره من البقدونس، شبت، شويه ملح، ثوم مفروم ناعم ده اساسي طبعا، ثوم، كزبره ناشفه، هريسه حلوه. كل ده يا شيف؟ بقلب جامد كده اهو. الهريسه الحلوه دي كده ممكن تحط جزر مبشور اختياري برضو، عصير ليمون حلو قوي، باطراف اصابع ايدك الخمسه شويه سكر حلوين. الله عليك. هو ده زيت زيتون. وغرقها زيت زيتون. وناخد الخلطه دي يا عم الشيف المغازي ننزل بيها على وش البتنجان وهو في نفس الطبق كده. ممكن تحشي واحده واحده وتحطهم جنب بعض وتحطهم في برطمان. اهلا وسهلا. عايزاها سبايسي؟ معانا شطه حلوه جايه لي من اسوان اهي. اهي حبايبي في اسوان اهي الشطه دي كده. الشاطر بقى ياكل منها اهي. خلاص تاخدها زي ما هي كده. وطبعا نحطه هنا كده. يلا. حلقتنا النهارده مش بساطه خالص، صعوبه. دايما اقول حلقه بساطه سهوله مرونه، لا هي صعوبه سهوله مرونه. صعوبه ليه يا مغازي؟ لان بعمل ويكه، اكله لها تراثها المصري، لها شعبيتها المصريه في الريف المصري، في اسوان، في الاقصر، في الصعيد كله والريف المصري. الويكه بالعيش الطري اللي معانا مع طبق بتنجان مخلل او طماطم مخلله، عدلها شويه فراخ مشويين بمدرسه المغازي. طريقه سهله وبسيطه، ما عنديش شوربه في الثلاجه، ممكن يكون عندك. صنعت شويه شوربه من الفراخ، خدتهم عملت بهم الويكه الحلوه وقدمتها لحضراتكم. ممكن تقديم عصير ليمون حسب الرغبه. معانا جرجير حلو برزنتيشن للطبق بتاعنا، ولو سمعت كلامي قدميه كده جنب الطبق يبقى لطيف وحلو زي ما حضراتكم شايفين كده.
نستاهل نقول رؤية؟ رؤية. نقول فن؟ نقول فن. نقول إبداع؟ نقول إبداع. الكلام ده بنشوفه فين يا عم الشيف؟ كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.